تجددت الاشتباكات الدائرة بين قبائل أرحب وميليشيات الحوثي إثر محاولة الحوثيين التوسع في الأطراف الشمالية لقبيلة أرحب. وفي الاشتباكات المستمرة منذ أيام سقط العشرات من الحوثيين بين قتيل وجريح، فيما قتل وجرح 6 من رجال القبائل. وقد أسفرت المعارك عن تمكن رجال قبيلة أرحب من دحر ميليشيات الحوثي وسيطرتهم على عدة جبال كان الحوثيون قد استولوا عليها في الفترة الماضية، ومنها جبال غران ونسر والشبكة. فلازلنا نبذل كل ما بوسعنا من أموال ومن دماء ومن رجال ومن أقصى حدودنا حتى أنهم ولا يفكروا أنهم ينجحوا في هذه الخطة حقهم الذي يكتملون لضرب قبيلة أرحب. فقبيلة أرحب قبيلة قوية وأبية وتأبى الخضوع لهذا المحتل مهما كانت قوته، فلا يفكر أنه قوي على يهزم هذا القبيلة، فلا بد أن نكبره. وهذه أرحب مكبرة الغزاة، فلا يفكر في النجاح في هذه المنطقة، فإن شاء الله ندحره ويصبح من الأذلين مهما طال الزمن. ترفض قبائل أرحب أي تواجد للحوثي ويعتبرونهم دخلاء، ولا يمكن السكوت على وجودهم أو الرضا بأي توسع لهم في أراضيها. جاءوا يحتلوا بلادنا، جاءوا غزاة، هتكوا الأعضاء، سفكوا الدماء، وإحنا متكئين على نفوسنا، وبإذن الله بإذن الله أنها أرحب مكبرتهم. نقول لعبد الملك يرفع من بلادنا ومن أرضنا ومن بيوتنا. ما يشتي مننا. ولا عن قاتله لما نصلم زعطه ونغزيه لا داخل بلاده. ويستغرب أبناء أرحب من تصرفات الحوثيين تجاه المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وما يقومون به من إرهاب وتفجير للبيوت ونهب للممتلكات وترويع للآمنين، فيما يخالف مسيرتهم التي يصفونها بالقرآنية. العمل الذي قاموا به هو عمل يدل على حركتهم ومسيرتهم، هم بيظهروا أنها مسيرة قرآنية وأنهم مجاهدين وأنهم يعني بيدعوا الباطل، الظاهر والباطن خلاف. الباطن انهم ناس متقطعين، ناس ينهبوا، ناس يا صاحبي يلعبوا المواطنين، ان الاسلام ما سمحش بهذا. ويرى مراقبون ان استهداف قبيلة ارحب من قبل جماعة الحوثي هو مقدمة لاستهداف العاصمة صنعاء ومحاولة للسيطرة على المطار الواقع شمال العاصمة باتجاه قبيلة ارحب. محمد القليصي، مديرية ارحب صنعاء.